بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صبري وبرنامجكم خواطر في الخلق. النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من حوار الأنبياء مع نبي الله آدم عليه السلام. هنبدأ الحلقة بقول الله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال أمره، وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته النارية الخبيثة أحوج ما كان إليها، فإنه مخلوق من نار كما قال. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جندا من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار، وكان إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك، فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه. ويقول ابن مسعود بن عباس: كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا. وقال ابن عباس: كان اسمه عزرائيل أو عزازيل. وقال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، وكانوا خزان الجنان، وكان من أشرفهم وأكثرهم علما وعبادة، وكان من أولى الأجنحة الأربعة فمسخه الله شيطانا رجيما. وفي سورة صاد يقول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال تعالى في سورة الأعراف: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم كل مرصد، ولآتينهم من كل جهة منهم، فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. وعن سبرة بن أبي فاكة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. قوله تعالى لإبليس: فاهبط منها، سورة الأعراف، واخرج منها، أيضا في سورة الأعراف، دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التي كان قد نالها بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه، فأهبط إلى الأرض مذموما مدحورا. وأمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة، فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وفي سورة الأعراف قال: اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة، لقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويعني ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له فيها زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قال: ولما كانت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم، ولأم مكانه لحما. ومصداق هذا في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. عن ابن حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من الضلع، وإن اعوج شيئا في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. لفظ البخاري. قال: اختلف المفسرون في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وفي رواية عن ابن عباس يزعم أنها الحنطة، وقال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال الثوري عن أبي مالك: ولا تقرب هذه الشجرة، هي النخلة. وقال ابن جريح: هي التينة. وهذا الخلاف قريب، وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. عن أبي مالك عن ربيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حيث تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أي عن إيه؟ عن الجنة، فأخرجاهما مما كان فيه، أي من النعيم والنضرة والسرور، إلى دار التعب والكد والنكد، وذلك بما وسوس لهما وزينه في صدورهما، كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي إيه؟ ولو أكلتما منها لصرتما كذلك.
وقاسمهما أي حلف لهما على ذلك: إني لكما لمن الناصحين، في سورة الأعراف. وكما قال في الآية الأخرى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أو لا يبلى؟ أي هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم، واستمررت في الملك لا يبدى ولا ينقضى؟ هذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. والمقصود أن قوله شجرة الخلد التي إذا أكلت أكلت منها خلت، وقد تكون هي الشجرة التي قال الإمام أحمد عن أبي الضحاك: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. كده ننتهي من الجزء الثاني من حوار الأنبياء مع نبينا سيدنا آدم عليه السلام. تزورونا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله في خواطر في الخلق مع خالد صبري. سلام.